من الأمور المتعلقة بالوتر، وهذا أمر يطرأ على كثير من المصلين وخاصة في رمضان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوتر هي خاتمة الصلاة، لكن إن أراد المرء أن يصلي بعد وتره فماذا يفعل؟ نقول أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد وتره، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: بعد وتره ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين وهو جالس كان بعد الوتر وقبل طلوع الفجر، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلى ركعتين مطلقا بعد الوتر لأجل هذا الحديث. وأما من أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فيطيل الصلاة وكان قد أوتر في أول الليل أو وسطه، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن لذلك حالات: الحالة الأولى أن يصلي الوتر في أول الليل ثم إذا طرأ عليه أن يزيد صلاة فيصلي بعد ذلك شفعا ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية ركعات أو ما شاء مما يفتح الله عز وجل عليه، استدلالا بحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس. الحالة الثانية، طبعا صلى ركعتين وهو جالس بعد وتره عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية وهي دونها في الأفضلية، أن يشفع إلى الوتر وترا آخر فيصلي الوتر، فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل صلى وترا ثم ما شاء أن يصلي من الشفع ثم أوتر، فيكون حينئذ صلى في ليلته تلك ثلاثة أوتار: الوتر الأول في أول الليل، والوتر الثاني لشفع وتره، والوتر الأخير في آخر الليل. وهذا قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فعله، ولكن الأول أفضل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وجاء في المسند من حديث عائذ بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. هذان الحديثان يدلان على حكمين: الحكم الأول النهي عن جمع وترين في ليلة واحدة، فلا يوتر أول الليل ولا يوتر ويوتر معه وترا آخر في آخر الليل، وهذا النهي نهي كراهة فحسب. الحكم الثاني، هل يدل هذا الحديث على المنع أو يدل على مشروعية ثلاثة أوتار في الليلة، وهو ما يسمى بنقض الوتر كما فعله بعض الصحابة؟ فبعض الصحابة فهم من هذا الحديث لا وتران في ليلة أنه يجوز أن يكون هناك ثلاثة أوتار، أو شفع الوتر الأول فلا يكون وترا. ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن النهي عن الوترين يشمل النهي عن الثلاثة، لأن هذا من باب الأولى، ولذلك فالأولى الحاق بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن من صلى أول الليل وترا أنه يصلي في آخره ما شاء شفعا ولا يوتر وترا آخر. بقي عندنا هنا مسألة، وهي مسألة من صلى الوتر مع الإمام في التراويح ثم أراد أن يصلي وحده بعد ذلك، فنقول إن الخيارات هي السابقة، الخياران السابقان. وزاد بعض أهل العلم خيارا ثالثا، وهو أن يقوم بعد تسليم الإمام من الوتر فيزيد ركعة، وهذا الحقيقة كثير من أهل العلم لا يصححه، لأن فيه مخالفة بين نية الإمام ونية المأموم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، فدل ذلك على لزوم، طبعا قال ابن عباس بعد ذلك هي السنة، فدل ذلك على لزوم أن تكون أفعال الإمام موافقة لأفعال المأموم، فإذا اختلفت الأفعال فلا يصح الائتمام، وهذا قول كثير من أهل العلم. ولذلك فالأولى والأحوط ألا يقوم المأموم فيشفع بركعة، وإنما يفعل مثل ما فعل الصحابة أو يصلي شفعا. وله خيار
أيضا ألا يصلي الوتر مع الإمام كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه، فإنه كان يصلي التراويح فإذا جاء الوتر خرج ليصلي وحده في بيته ما شاء الله عز وجل أن يصلي.